يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي عمو يزيد يرحب بكم بزاف 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 وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما احبائنا اللي راهم هنا في الحصه ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك أحبائي لما تشاركوا شوية على الصبر لأن عمو يزيد حاب يستضيفكم كامل وتسجيلات كثيرة 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 نحن في خامس موسم هذه السنة الخامسة من المتعة معكم يا أحبائي شكرا على الوفاء شكرا أحبائي عمو يزيد يحبكم 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 راكم تشوفوا الإعلامات وعمو يزيد لابس البرنوس و هذه حصة خاصة بذكرى ثورة التحرير أول نوفمبر 1954 ثورة التحرير المجيدة ناس ضحاوا بالنفس والنفيس باش تعيش الجزائر حرة مستقلة كما رانا يا أحبائي كاين واحد التاريخ مباشرة نحتفلوا به قبل ما نحتفلوا بتاريخ ثورة التحرير هو أول نوفمبر على بالكم في بعد الاستقلال تم استرداد واسترجاع السيادة على مبنى التلفزيون والإذاعة يعني مشي مباشرة بعد الاستقلال الجزائر أصبحت الإذاعة والتلفزيون الوطني أصبحت جزائرية يعني خدا شوية وقت هذاك الوقت هو يوم 28 أكتوبر 1962 يعني بعد بضعة أشهر بعد الاستقلال تم استرجاع السيادة على مبنى التلفزيون والإذاعة وأصبحت الإذاعة والتلفزيون الجزائري إذن دائما توقفوا في هذا التاريخ هذا باش نحتفلوا عبركم يا أحبائي في كل مرة نسترجع السيادة على شيء على حاجة اللي مهمة 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 جدا نتوقفوا عند هذا التاريخ باش نحتفلوا به ونديروا دائما نديروا حوصلة ونتكلموا على الدور الإذاعة والتلفزيون الجزائري في بعد الاستقلال نستقبلوا البريد قبل ما نروحوا للغز يلا إذن راح نستقبلوا بريد الأطفال مع صهيب وانتم يا أحبائي ما عليكم إلا توجهوا الموقع انترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم صهيب تفضل تفضل أعطينا بريد الأطفال مساء الخير يا أطفال مساء الخير عمو يزيد مرحبا مرحبا سعيد مرحبا وش راك وليدي؟ لاباس؟ لاباس وش راك؟ الحمد لله وش جبت لنا صهيب؟ بريد بريد الأطفال إذا ضعه في علبة البريد باش عمو يزيد يقراه نحب نقرا الرسائل تاعكم اللي تجيني يا أحبائي الأطفال وداعا شكرا شكرا صهيب شكرا تحبوا الأسئلة؟ سؤال اليوم يقول مادام رانا في ذكرى ثورة التحرير على بالكم أحبائي في فترة ما الشعب الجزائري بعد أحداث 11 ديسمبر بعد يعني الشعب الجزائري ثورة التحرير المقاومات كان دائما يرفض الاستعمار ولكن قانونيا كان لازم يكون استفتاء لأن المستعمر الفرنسي كان يقول أن الجزائريين حابين يقعدوا فرنسيين ولكن ثورة التحرير وكامل كانت تقول لا الجزائري ما حابش يقعد تحت لواء فرنسا إذن أحبائي المستعمر الفرنسي كان يقول للعالم لأن القضية الجزائرية عرفت في العالم كامل إبان ثورة التحرير باللي الشعب الجزائري يريد الاستقلال ولكن فرنسا كانت تقول دائما في المحافل الدولية لا الجزائريين حابين يقعدوا فرنسيين إذن قانونيا فرضوا على فرنسا أنها دير استفتاء هاي يسموه استفتاء تقرير المصير
يعني الشعب الجزائري يقرر مصيره، وكانت المفاجأة وأن الشعب الجزائري كله قرر أنه يستقل عن فرنسا، عن الاستعمار. إذن أحبائي، سؤال اليوم هو: متى كان استفتاء تقرير المصير؟ أعطوني السنة والشهر، معلش اليوم أنا أقوله لكم. استفتاء تقرير المصير كان مباشرة قبل الاستقلال، يا أخي سهل ولا صعب؟ معلش فكروا فيها في السؤال، متى كان تقرير مصير الشعب الجزائري قبل الاستقلال؟ يعني متى كان تاريخ استفتاء تقرير المصير للشعب الجزائري أحبائي؟ ودركا أنتم كذلك أحبائي لكم تشوفوا فينا، تقدروا تجاوبوا عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. جميل، إذن فكروا في الجواب عن اللغز أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا، بما أننا في هذه الفترة نحتفلوا بذكرى ثورة التحرير وكامل، واش رأيكم نروحوا نكتشفوا كان إبان الثورة؟ كان هناك فريق كرة القدم كان عنده دور كبير في تحسيس الجزائريين وكامل، هو فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. نروحوا نكتشفوه مع آية بالعبيد. تفضلي آية بنتي، تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم هو فريق كرة قدم أنشأته جبهة التحرير الوطني في الوقت الذي كانت تقود نضال الجزائريين لأجل استقلال بلادهم عن فرنسا. تأسس الفريق في 13 أبريل 1958، وكان الهدف الرئيسي من وراء تأسيسه رفع الروح المعنوية في صفوف الجزائريين المناهضين للاحتلال الفرنسي. تألف الفريق من لاعبين كانوا منتمين لفرق فرنسية محترفة تنافس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، بعض الفرق من شمال أفريقيا أمثال عبد الحميد كرمالي، محمد معوش، ورشيد مخلوفي، وأحمد وجاني، وقد سبق أن شارك 5 منهم في مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وهم إبرير وزيتوني وطيفور بن إبراهيم ومخلوفي. شكل فريق كرة القدم بذلك سفيراً للقضية الجزائرية، نشرها عالمياً لتعزيز الدعم الدولي لها. اختار لاعبو الفريق النضال والتعريف بالقضية الجزائرية من خلال مباريات كرة القدم خاضوها حول العالم. لعب الفريق خلال الثورة الجزائرية 1958 إلى 1962 حوالي 80 مباراة في أوروبا الشرقية وأسيا وأفريقيا، كانت ناجحة جدا رياضيا. بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها، عمل لاعبو فريق جبهة التحرير كمدربين ولاعبين ومسؤولين في اتحاد كرة القدم الجزائري الذي تأسس في عام 1963. بسبب هذه الاستمرارية يعتبر كل الجزائريين فريق جبهة التحرير الوطني السلف التاريخي لمنتخب الجزائر لكرة القدم. برافو 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 آية، برافو بنتي. تصفيقة 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 على آية، تصفيقة على آية. إذن فريق جبهة التحرير الوطني كان عنده دور كبير 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 إبان ثورة التحرير. أحبائي، بما أننا في هذه المناسبة السعيدة ذكرى ثورة التحرير المجيدة، عمو يزيد دلكم أغنية جميلة جميلة نقول فيها: علم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان. تغنوها معايا؟ يلا نغنى مع بعض، تعال يلا. عالم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعاً متلألئا، وعلى الصخور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني لو سخرن لك الجوارح كلها
ولأخدم أنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشحو الكواكب لامعا متلألئا، على الصخور تاته العقبان. يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولأخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. برافو 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 أحبائي، برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا نروحوا مع عمو مراد لجنة مدينة البليدة. تفضل عمو مراد، يلا يلا. إذن أحبائي، تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، والله يرحم كامل الشهداء اللي ضحوا بالنفس والنفيس. أحبائي أحبائي، في كل حصة
نتعرفوا على معلومة. تحبوا المعلومات؟ نعم. إذا اليوم جينا ياسمين في فقرة هل تعلم بمعلومة جديدة. تفضلي ياسمين. تفضلي بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن القطط الصغيرة تبقى عمياء تماما مدة 10 أيام من ولادتها؟ برافو 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 ياسمين. أحبائي القطط لما تولد صغيرة تبقى عمياء، يعني ما يتفتحوش عينيها لمدة 10 أيام. إذن معلومة جميلة 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 جدا. دركا أنا نحب الحكايات، أنت تاني تحبي الحكايات؟ قولي تحبي الحكايات؟ وأنت تحبي الحكايات؟ أي حبوا الحكايات. إذا نروح دركا نحكي لكم قصة جاسم وكرة القدم. يلا معايا؟ فوالا. إذن أحبائي كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جاسم وكرة القدم. كان واحد الطفل كما أنتم هكذا جاسم. هذا جاسم هو عاقل ومربي متخلق وكامل، ولكن يحب كرة القدم. يحب يضل يلعب في كرة القدم، يلعب يلعب برا يلعب، ومن بعد كي يجي للبيت يزيد يشوف المقابلات والمباريات، يشوف لي ماتش ويشوف تزقلو يماه جاسم جاسم روح تشري لي، يقول لا 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 ماما راني نشوف راني نشوف هاد المقابلات وغير تخلص ونروح، ويخليها ما يروحش يقضي لها. ومن بعد تقول له جاسم درت الفورو تاعي قريت ايه تخلص هاد المقابلة، تخلص هاد المقابلة وندير الفورو تاعي. كل ما يقولوا له حاجة هكذا يقولوا مستند خلاص المقابلة الليل مع النهار. في النهار راهو يلعب ما يروحش للمدرسة بالمرات، كي يكون يلعب في يكون أصحابه يقولوا يلعبوا كرة القدم ما يروحش للمدرسة، هذا شيء خطير يعني الطفل ما يروحش للمدرسة. بقى هكذا ما يخطر راي لماه ما والو. واحد النهار جاوا النتائج تاع الامتحانات، كي جابوا النتائج تاع الامتحانات جاسم تفاجأ. في رأيكم أنتم كيفاش كانت النتائج تاعو؟ ضعيفة جدا. كي جاو النتائج ندم، يا ربي واش درت أنا، وعلاش ما نظمتش وقتي، وعلاش ما خديتش الرأي الوالدية، وعلاش ما درتش الواجبات نتاوعي، وكان عندي الوقت باش نلعب وندير الواجبات وكامل. من بعد ندم، بعد راح عند يماه وباباه قال لهم سمحوا لي والله ما نعاود، هذه آخر مرة خلاص نعود ناخذ لكم الرأي وننظم وقتي كي يكون عندي الوقت نمارس كرة القدم اللي نحبها ولا ندير الرياضة، ولكن ما ننساش الواجبات ولازم ناخذ لكم الرأي. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي أنه يجب أن ننظم وقتنا لكي ننجح ونعطي لكل ذي حق حقه. برافو بوبي برافو برافو. إذن أحبائي على بالكم عمو يزيد عنده أغنية تاع الجد يقول فيها وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. أحبائي تنظيم الوقت مهم جدا. يلا برافو وارجعوا الأماكن تاعكم. إذن أحبائي لازم علينا ننظم وقتنا. نظم وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو يا أخي أحبائي، والتلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما. أنا حبيت نسمعكم شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. نكتة جميلة تعالي بنتي أروحي. شكون اللي عنده نكتة جميلة أروحي أروحي. واسمك بنتي؟ باتول. باتول وين تسكني باتول؟ تلمسان. تلمسان مدينة جميلة، المنصورة، للاستي، الوريد. يا أخي سلميني عليهم كاع كي تروحي. شحال في عمرك باتول؟ 7 سنين. الله يبارك. حكينا النكته تاعك بنتي. كان واحد شيطان، كان زوج شيطانات، يا كانوا يتفزوا، يا جاح الشيطان يا الهم مع الشيطان. نعلو الشيطان. برافو برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها؟ تعالي بنتي روحي بنتي. واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا وين تسكني رانيا؟ ولاية سطيف، بلدية عموشة. بلدية عموشة الجميلة. جاك مع عمو يزيد لسطيف؟ ها جيتوا للحفل تاعو؟ مازال ما جيتيش؟ من المرة الجاية لازم تجي. نعم. اي برافو. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. 11 سنة. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. بينما انهى الطفل صلاته كان يدعو قائلا يا ربي
يا إلهي تعود روما عاصمة اليابان. فقالت له أمه: لماذا أنت تقول هكذا؟ قال لها: لأنني كتبت في الاختبار. ما عرفش يجاوب. يا ربي ترجع روما عاصمة اليابان. تعالي بنتي تعالي. أروح أروح أقعدي. واسمك أنت؟ ملاك. ملاك. وين تسكني ملاك؟ في عين كبيرة. عين كبيرة ولاية؟ سطيف. سطيف. جيتي الحفل تاع عمو يزيد؟ نعم. الله يبارك. جاكم عمو يزيد زوج مرات؟ نعم. الله يبارك. فرحتوا؟ نعم. عمو يزيد تاني فرح بزاف بالجمهور تاع مدينة عين كبيرة ولاية سطيف وكل الجزائر اللي رحبوا بنا وين رحنا. يعطيكم الصحة على هذا الوفاء هذا. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. مالا كانت امرأة عندها ثلاث أولاد، عالة وسالة وخافيش. لا راحوا المدرسة، عطات لهم سيدتهم العلامات. كسيسك راحوا عند أمهم قال لهم: ماما قدنا سيدتي علامات، هي ظنت وليدها مات. كسيسك داخل طلعوها للسبيطار. كسيسك قالوا لها: سلامات ما تخافيش، هي ظنت وليدها مات. سالة وعالة وخافيش. برافو برافو. كسيسك هي ماتت ولدها ما ماتوش. برافو برافو. تعالي بنتي تعالي بنتي تيا تعالي روحي روحي تعالي 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 روحي تعالي تعالي قعدي. واسمك بنتي؟ نور. وين تسكني نور؟ في وهران. في وهران الباهية. جيتوا من وهران؟ الله يبارك. تحبوا عمو يزيد في وهران؟ عمو يزيد تاني يحبكم بزاف بزاف بزاف، وعدكم بلي عاود يجيكم ان شاء الله مرة ثانية. تروحي تسلمين عليهم كاع كي تروحي؟ هيا. آه برافو برافو بنتي. برافو برافو برافو. احبائي الحقنا دركا للركن اللي انا نحب. تعالي بنتي اروحي اروحي ما خلوكش. يلا اخر وحده تعالي اقعدي بنتي. واسمك شطره؟ انشراح. انشراح. وين تسكني انشراح؟ نسكن في 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 كاليتوس. في كاليتوس. الله يبارك. تحياتنا تحياتنا لكل ناس كاليتوس. احكي لي النكته تاعك بنتي. كانت واحد المراه عندها خمس اولاد. خمس اولاد ومن بعد واحد راه المسجد، ومن بعد واحد بقى واحد بقى ما عرفش المسجد وزوج راحوا للمسجد، ومن بعد تيك واحد تصل مات، ومن بعد تصل مات، ومن بعد تيك قالوا معليش. قالوا معليش. برافو 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 برافو. احبائي الحقنا درك للركن اللي نحبه بزاف، هو ركن الرسائل. عمو يزيد راح يقرا الرسائل تاعكم هنا اللي بعتوهم له. اذا تاتا فيفي تروح تجيب لنا رسائل من علبه البريد اللي جابهم لنا صهيب ساعي البريد. وانتم احبائي لا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا 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 شكرا. إذا أحبائي الرسالة الأولى شراتي إسلام وآية. إسلام 9 سنوات وآية 12 سنة، مدينة بوقرة ولاية البليدة. قالكم: نحن نحب حصة عمو يزيد كثيرا ونريد أن تضيفوا قصصا فيها حكم. برافو برافو برافو. وكذلك الرسالة الثانية حملاوي عبد المنعم 12 سنة مدينة عين الطويلة ولاية خنشلة. قالكم: نشكر كل الطاقم على الجهد المبذول وأتمنى أن تزوروا ولايتنا في أقرب وقت. إذن حملاوي عبد المنعم إن شاء الله نزوركم في أقرب وقت. مدينة خنشلة الجميلة بالأخص مدينة عين الطويلة. الرسالة الموالية ميلودي عبد الحق 14 سنة مدينة ورقلة. السلام عليكم عمو يزيد، أنا اسمي عبد الحق لقبي ميلودي، عمري 14 سنة، أدرس في السنة الرابعة متوسط، أعيش في ولاية ورقلة. هوايتي المفضلة هي المطالعة والرسم والإنشاد. أحب حصة عمو يزيد كثيرا وأتمنى أن أكون في الحصة وشكرا. ميلودي عبد الحق من ورقلة نتشرف باستضافتك وليدي، إن شاء الله تشرفنا في أقرب وقت. الرسالة الموالية ما هي رفيدة 12 سنة مدينة بسكرة مدينة الزبان. أحب حصة عمو يزيد كثيرا
وأحب الأطفال وكل من ساهم في فريق العمل وشكرا لكم. إذن ما هي رفيدة؟ شكرا بنتي، مرحبا بك، وإن شاء الله نزوركم في بسكرة في أقرب وقت إن شاء الله. رسالة موالية. كميش نهال 6 سنوات، مدينة أفلو ولاية الأغواط، كنا زرناهم في حفل كان من أروع ما يكون. شكرا، أشكركم على الحصة الرائعة جدا جدا وفي نفس الوقت مفيدة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح مع تهياتي نهال كميش. يا سلام، مدينة أفلو، ربي طول عمرك بنتي. بسيس ريتاج 7 سنوات، مدينة قسنطينة. سلام عمو يزيد، أنا ريتاج من قسنطينة، نحب برنامجك بزاف 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 ونفرح كي نشوفك، أتمنى أن تأتي إلى مدينة قسنطينة، مرحبا بك مسبقا، نتمنى أن تقرأ رسالتي وشكرا. بفرح وسرور ريتاج بنتي بسيس 7 سنوات من مدينة قسنطينة، ربي طول عمرك. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة هذه. أباك واش لحقنا دركا؟ لحقنا دركا للجواب عن اللغز أو السؤال. إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة، ما هو تاريخ استفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري قبل الاستقلال؟ شكون اللي يعرفها؟ تعال أروح، أروح وليدي، أروح وليدي، وقف هنا. واسمك وليدي؟ شعيب. شعيب، وين تسكن شعيب؟ في مدينة ولاية سطيف. أي مدينة؟ عموشة. عموشة، جيت معهم، الله يبارك. جيتوا مع مديرية الشباب والرياضة؟ نعم. الله يبارك، إذن تحياتنا لمديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف القائمة على هذه الطفولة هذه اللي نستضيفهم بفرح وسرور. إذن شكرا شكرا لكم على هذه الفرصة اللي عطيتوها لنا باش نتلاقى مع هاد الأطفال هادو. ما هو تاريخ استفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري؟ جويلية 1962. برافو، واو واو واو، صفيقة 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 صفيقة. حقيقة كان في شهر جويلية مباشرة قبل الاستقلال. الاستقلال وقتاش كان؟ 5 جويلية. 5 جويلية 1962. والاستفتاء وقتاش كان؟ 4 جويلية. لا 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 لا، ماشي 4 جويلية، قريب نحو لك الهدية. كان في فاتح جويلية، معليش أنا السؤال طلبته الشهر والسنة، ولكن اليوم أنا نعطيه لكم. كان في أول جويلية، في 1 جويلية كل الجزائريين راحوا للانتخاب يعني الاقتراع باش يقروا مصير بلادهم، وعلى بالكم تفاجأ الاستعمار الفرنسي بعدد الجزائريين اللي كان رهيب جدا، كلهم رافضين الاستعمار وحابين الجزائر تصبح مستقلة. إذن بفضل هذا الاستفتاء اللي كان في الفاتح من جويلية، أول جويلية، والنتائج تاعو ظهرت يوم 2 جويلية، استقلت الجزائر يوم 5 جويلية. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذا وليدي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفاد بها وسلمنا على كاع ولاية سطيف كي تروح ياقي. أحبائي في كل حصة عندنا عيد ميلاد نحتفلوا بطفل ولا طفلة اللي رسلنا ب5 قسيمات من علب حالي برامي على العنوان صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة، الرمز البريدي 16062، يعني 16062. اليوم معنا والي أميرة مريم، عندها 2 الأسامي، والي أميرة مريم 4 سنوات، مدينة الأربعاء ولاية البليدة. إذن حنا نغنوا الأميرة عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبونا الجاتو ديالها وحنا نغنوا لها. التحقوا بيا، تعالي أميرة روحي بنتي نغنوا لك، تعالي تعالي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا
احلى الاوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 تصفيقة. إذا مريم عمو يزيد يشعلك شمعة وانتم يا أحبائي ما لازمش قاع تشعلوا الشمعة ولا تلعبوا بالنار، الكبار هما اللي يشعلوا الشمعة. يا أخي أحبائي نحبوكم ما نحبوكمش تتحرقوا. إذا بنتي أميرة مريم نديروا لك دركا العد التنازلي مع بعض. أربعة ثلاثة اثنان واحد. يلا أميرة طفي الشمعة. أوه طفي طفي طفي. برافو 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 بنتي برافو. إذن بنتي أميرة عطيني الشهادة تاعها. إذن والي أميرة مريم عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أحبائي الأطفال كامل كي تخرجوا منا كل واحد ياخذ شهادة باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة مع عمو يزيد. يا أخي هذه تاعك أميرة، أعطيه الهدية تاعها. إذن أميرة بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد كما وعدناك يهديك هدية عيد ميلادك يا بنتي، إن شاء الله تستفادي بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. الأطفال التوعي استقبلونا يعني أحسن استقبال. نشكروا عمو يزيد على الفرحة اللي دخلها في قلوب أبنائنا، نشكروهم بزاف كل طاقم على إنجاح هذه الحصة، وشكرا على المشاركة. فرحوا الدراري. نشكر كل القائمين على الحصة عمو يزيد. نشكر عمو يزيد على هذه الحصة اللي فرح بها الدراري. نتمنى له التوفيق والمزيد من النجاح. جوزنا أوقات يعني جميلة جدا ويعطيكم الصحة. يعطيه الصحة على هذه الحصة وإن شاء الله مزيد من التألق وإن شاء الله النجاحات. ونشكركم على حسن ضيافة وعلى الفرحة اللي دخلتوا على أولادنا، وشكرا جزيلا. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. نحبك عمو يزيد. أقول عمو يزيد صحة. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.